الخدمات الرقميه والربح تاعنا هو الربح تاعنا بين وبعد. في إطار تحسين وتسهيل الخدمة العمومية المقدمة من طرف صندوق الوطني للتقاعد لفائدة المتقاعدين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، قام الصندوق الوطني للتقاعد خلال هذا الشهر بتنظيم قافلة للتقاعد رقمية تحت رعاية السيد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي. الهدف من هذه القافلة هو التعريف بالخدمات الرقمية والمنصة الرقمية المتكونة من 14 الخدمة من خلال الزيارات الميدانية التي مست أغلب بلديات الولاية، أين تم تقديم شروحات حول كيفية استخدام هذه الخدمات الرقمية والاستفادة منها عن بعد. ساعد الناس الكل في الوقت، في ما ضيعش وقتك، حتى الإنسان مش قادر يستعمل هذه الابليكاسيون في المنزل تاعو. مليحة، حاجة مليحة، خلي تعبنا، حاولنا كلش، ما من الدار نبعد ديريكت من الدار لهنا.